هي دي برشلونة اللي احنا كنا بنتفرج عليها زمان، نقول برشلونة كسبانة كسبانة، برشلونة اللي كانت بتاخد ريال مدريد رايح جاي وتاخد اي فريق في العالم. منتخب برشلونة اللي وقع مرة واحدة، هي دي برشلونة اللي كانت بتكسر الدنيا. عليه العوض ومنه العوض، انت مش فاهم حاجة، مش فاهم حاجة، هي عين ولا حسد ولا سحر معمول لها تحت العارضة؟ مش فاهم ايه اللي بيحصل في النهاردة. يعني مثلا قالوا جابوا تشافي ورجعت الفرقة السنة اللي فاتت، خرجت من دوري المجموعات لدوري ابطال اوروبا اللي ما حصلش من تاريخ طويل مع برشلونه اللي كانت مكتسحه الدنيا كلها، اللي كانت يوم ما بتطلع برشلونه من دور الاربعه بنقول برشلونه ازاي؟ مين اللي طلع برشلونه؟ برشلونه تطلع من دوري المجموعات لتاني مره على يد بايرن ميونخ، بايرن ميونخ تحس ان في طار، يا جدعان سيبوا برشلونه، برشلونه دي زي ريال مدريد، زي بايرن ميونخ، زي ليفربول، زي مان سيتي، مان يونايتد، الفرق الكبيره اللي ما تنفعش دوري الابطال من غيرها. روح روح تقتلوها كده، تقتلوها. اللعيبه في ايه؟ ما تعرفش جابوا نجوم ليفاندوسكي، انت في ايه؟ يعني مش عارف تحط جوان، اما شغال في الدوري بسم الله ما شاء الله، رايح جاي جون جاي جون، وانت قاعد على الدكه كنت بتجيب جوان وانت في الدوري ده، وانت في الاحتياطي بتجيب جوان. النهارده ما تعرفش في ايه، في دوري الابطال بايظ، الدنيا بايظه خالص. مش دي برشلونه يا جماعه؟ لازم تشوفوا حل، تشوفوا حل. يعني رئيس الاتحاد الاوروبي او الفيفا نفسها يقعد كده ويشوف لو في معمول عمل، لو في حسد، اصل في كوره بتتلعب. يعني برشلونه بتلعب كوره في الاول وفي الاخر، بتلاقيهم بيلعبوا كوره. لو على حد ما خدش حسابه، لو في حد ليه قرشين عند البقال، ما انت تحسبها ازاي؟ برشلونه هي دي برشلونه اللي احنا كنا يعني معلش، يعني يوم ما الاهلي هنا في مصر جاب برشلونه وقال هيعملوا، الاهلي كان مسدد كان بالسله كده، كسبت الاهلي 4-0 وهي بتتسلى برشلونه، فتلاقي برشلونه النهارده بتروح. يعني ما تعرفش، يعني احنا كنا بنقول ليفربول وقعت شويه، لا بسم الله ما شاء الله ليفربول مكمله ان شاء الله، وصعدت ان شاء الله باذن الله لدور الثمانيه ولا دور ال 16 باذن الله، وان شاء الله تعمل شغل كبير جدا وتحقق البطوله. مبروك لبنان صلاح. لكن ليفربول او برشلونه ايه ده؟ مشيتوا في الدوري كويس، مشيتوا في الدوري كويس. سلام عليكم.